يا صباح الفل على كل حضراتكم السيدات والسادة متابعينا ومشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم. يوم جديد وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي، إن شاء الله تسعدوا معانا بكل لحظة منها. صباح الفل عليكم وصباح العسل عليكم. صباح الجمال والله العظيم، صباح كل حاجة حلوة يا رب دايما في الدنيا. ونبدأ كده بتفاؤل، ناس كتير بتبقى قايلة هو اليوم ده هيعدي ازاي لما أول ما يصحوا، يعني خلينا احنا نفكر ونحس ان احنا هنعدي أو اليوم ده هيعدي على كل خير، ليه لأ؟ حاول كده تقنع نفسك ان اليوم ده من أحلى أيام الأسبوع، كل يوم أحلى أيام الأسبوع أو يوم من أحلى أيام الأسبوع، وإن شاء الله ربنا فعلا يكرمنا وتحقق كل اللي أنت عايزه وتنجز كل الحاجات اللي وراك وتقابل الناس اللي أنت بتحبها وفريقك يفوز كمان، كل حاجة أيوة بإذن الله. بتتكلنا على الاخيره دي والمنتخب ان شاء الله احنا عندنا طبعا كذا مباراه الاسبوع دي خاصه بالمنتخب والنادي الاهلي، فباذن الله كل الخير. هنتكلم في كل التفاصيل دي، بس خلينا ننوه عن الفقرات اللي معانا لان رجع لنا الاستاذ محمد صادق، طبعا كان ضيف عزيز علينا بس وقت الاستوديو العجوزه القديم، طبعا هو منورنا النهارده لاول مره بقى في الاستوديو الجديد، هو مدير مؤسسه الارشيف العربي، والنوستالجيا والكلام عن النوستالجيا معاه ما بينتهيش. هنتكلم النهارده تحديدا عن نوستالجيا كاس العالم، اكيد في كواليس وفي قصص وفي حوارات كتيره هنعرفها منه. فقره تانية هيكون معانا دكتور دينا ابو السعود، وهنتكلم برضو في ملف في غايه الاهميه، فكره هنا بقى خلاص رمضان ان شاء الله يعني بيفصلنا عنه ايام قليله جدا، هنتكلم عن اهميه تناول المكملات الغذائيه في رمضان. رمضان بما ان اللايف ستايل بيختلف تماما وبناكل اكل تماما غير صحي معظمنا، فالجسم محتاج ان هو برضو يبالانس القصه شويه كريم، فازاي نقدر نعمل ده، ازاي نعمل او ان احنا ندخل جسمنا مكملات غذائيه تعمل البالانس ده، هنعرفه من دكتور دينا في الفقره الثانيه. طبعا كل سنه وكل حضراتكم طيبين. زي ما نهواند بتقول هي فعلا ايام بسيطه جدا وقليله جدا بتفصلنا عن بدايه الشهر الفضيل. كل سنه وكل حضراتكم طيبين وكل حبايبكم واهل بيوتكم يا رب بخير. طبعا اجواء روحانيه جميله بنستناها من السنه للسنه، ربنا يعيد علينا يا رب ان شاء الله الايام دي بكل الخير واليمن والبركات. وطبعا بنتمنى كل الخير لنادينا العظيم النادي الاهلي في مشواره المهم جدا في بطوله افريقيا وكمان بطوله الدوري. طبعا قبل ده كله دعوات كل المصريين بكره ان شاء الله يا رب ان شاء الله يكملها لنا على خير باذن الرحمن، ويعني تكون كل الاجواء الفرحه مكتمله ومصر تتاهل لي يعني ومنتخبنا طبعا يتاهل لنهائيات كاس العالم. المنتخب بالمناسبه وصل امبارح بالفعل لدكار عشان يبتدي استعداداته للقاء الغد المرتقب بتمرينه واحده فقط كانت هي التمرينه الاخيره على ملعب المباراه، وان شاء الله خير. بص زي ما انت بتتكلم كده واحنا كلنا عارفين من فصلنا 24 ساعه تحديدا خلاص قبل الماتش، واكيد احنا عايزين برضو هنرجع نقول تاني، ولما بنقول ده على فكره بيبقى ليه مفعول، عايزين جرعه تفاؤل تاني من الجماهير. اكيد يعني معطيات المباراه ممكن ان هي هتفرض علينا شويه حاجات، بس احنا ممكن برضو يعني نكون او تكون في حاجات خارج الحسابات بقى، عايزين كل مباراه كده ونقول ان هي ليها ظروفها يعني المناسبه يا كريم، خلينا نختار المصطلح ده. يعني منتخب مصر خلاص في اخر يعني اربع او خمس سنين برضو لو هنرجع شويه هو ما خسرش في افريقيا او حتى امام اي فريق افريقي يعني اكتر من هدف واحد، يعني تاني بعد خساره روسيا طبعا في المونديال 3-1 ما خسرش غير من جنوب افريقيا 1-0. احنا بنتكلم هنا بلغه الارقام في دور هنا ال 16 من بطوله افريقيا، ده كان عام 2019 اللي لعبناها بعد كده او لعبناها في مصر وخسرنا بعدها كمان بسنتين في كاس افريقيا 2022 امام نيجيريا برده كان 1-0. عشان كده على كل حال بنقول ان الخوف الموجود عند الجمهور المصري من تسجيل السنغال يعني اكتر من هدف انا شايفه ان هو مش هيحصل باذن الله. خلينا نحافظ بس على التفاؤل، وادينا اتكلمنا عن لغه الارقام زي ما حضراتكم شفتوا، ده التاريخ الخاص بينا او بمنتخب مصر، فبرضو أو يعتبر او بلغه الارقام يا كريم مش وحش، يعني مش وحش ابدا هذا المعدل، فنتفائل. وزي ما بنقول برضو ما فيش حاجه مضمونه في كره القدم وكل مباراه ليها ظروفها فعلا، دي حقيقه والكلام ده تم اثباته على الارض، فان شاء الله خير على كل حاجه. احنا هنتكلم في كل التفاصيل دي طبعا يعني من خلال اليومين اللي فاضلين او يعني طبعا تحليلنا كمان للمباراه، فان شاء الله خير. انا متفائله المره دي، بص المره اللي فاتت انا كنت مقلقه شويه ما اعرفش ليه عندي تفاؤل المره دي، وده على فكره اكتساب من المنتخب نفسه، يعني اللي بيديك الثقه هو المنتخب بتاعك، هو الفريق بتاعك، انت بتبقى عندك تخوفات لان انت بتبقى شايف منظور معين او بتبص على الخصم زي السنغال، طبعا منتخب تقيل جدا وهنقعد نقول الكلام ده وهنكرره ونعيده لنفسنا، بس لما ارتحنا شويه في الذهاب قدرنا يبقى عندنا ثقه، اللي ادانا الثقه دي مين؟ اكيد الجهاز الفني واكيد اللعيبه، فعشان كده انا بقول انا من الناس فعلا المتفائله، ربنا ان شاء الله يعديها على خير. هو يعني ايا كان الطريقه اللي هيلعب بيها المنتخب المصري وايا كانت الخطه اللي هيلعب بيها السنغال او اللي هتلعب بيها السنغال،
الحاجه الاكيده نتيجه ان ده المنطق بطبيعه الحال. الماتش هيتلعب في ارضهم في وسط يعني جماهيرهم، فطبيعي هم خسرانين واحد في لقاء الذهاب، فبطبيعه الحال اكيد هيكون في ضغط كبير طبعا، ومن المنطقي ان احنا نشوف تكتل دفاعي من قبل منتخبنا. ده اسلوب او تكنيك الى حد ما برضو بيجيد اللعب بيه مستر كيروش، واللي اللعيبه بتوعنا حافظينه، لعيبه المنتخب حافظينه كويس جدا، واعتقد انه الى حد كبير يعتبر صعب على اي فريق انه يكسر المنظومه الدفاعيه القويه جدا دي. وزي ما قلنا امبارح دي مدرسه موجوده في كره القدم، وكثير من الفرق العالميه بتطبقها دايما. اللي بكلم حضراتكم على طرق الدفاع، يعني عندكم فريق مثلا زي اتلتيكو مدريد مع المدرب دييغو سيميوني، طريقه لعب المدرب توماس توخيت مثلا في اوقات كثيره جدا مع تشيلسي، جوزيه مورينيو وخصوصا زمان ايام ما كان مع الانتر ميلان، يعني كلها طرق دفاعيه وصل بيها المدربين لانجازات عظيمه جدا. عشان كده مش لازم نخاف قوي لو المنتخب السنغالي كان هو اللي عنده السيطره الى حد كبير. مرمى الشناوي في امان ان شاء الله، احنا بنطمن نفسنا يعني، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرم اللعيبه. بس طبعا اكيد مش معنى كده ان احنا يعني نتهاون من منطلق ان لا احنا دفاعنا على خير ما يرام، فلا لو في فرصه ان احنا ما نديش فرصه هجوم علينا من الاساس يبقى طبعا شيء لطيف. كل ما الشناوي لا يختبر دي حاجه هتريحنا من الاساس. انا مش عايزه يختبر ويطلع اهداف مؤكده ويصد، انا مش عايز ده يحصل، انا مش عايز الشناوي يمسك طبعا كرة. مش عايزين فعلا مشهد يتكرر يعني ان امكن. اكيد اكيد، واعتقد ان احنا برضو نقدر. ولو اتكلمت برضو تاني، كل الناس خلاص بقت عارفه هذا الكلام. اه انت عندك منتخب تقيل جدا بيلعب يعني اللعيبه بتاعته في نوادي عالميه، يعني نوادي عالميه، وهم كمان خمس لعيبه مش بساط. لما تتكلم عن تشيلسي وباريس سان جيرمان وغيره وغيره، لا حاجه اكيد محترمه جدا، وهتبقى تاني مواجهه صعبه جدا، خصوصا زي ما كريم بيقول وجهه النظر دي اكيد صحيحه 100%. هو عايز يعمل كل حاجه عنده ويؤدي باكبر شكل يقدر عليه، علشان هو خلاص هي دي فرصه الحسم بالنسبه له. احنا على الصعيد التاني رايحين شويه مرتاحين، فانت هتدافع، ولكن في نفس الوقت برضو انت هتبقى حريص جدا ان ما يدخلش في شباكك اي حاجه. فنتمنى ان شاء الله نشوف مباراه حلوه زي ما احنا بنتكلم ان شاء الله. لكل حال النهارده لاعيبه المنتخب خلاص هيخوضوا التدريب يعني الاخير على ملعب المباراه اللي هتلعب عليها اللقاء باذن الله غدا. كل التوفيق ليهم. يمكن الاجواء طبعا في مصر او في القاهره كانت افضل بكتير، او فرصتها اكتر بكتير لما انت تكون وسط عيلتك زي ما بيتقال، لكن برضو دول لعيبه محترفه، اعتقد ان هم هيقدروا يحققوا ده بشكل كبير جدا. خلينا نشوف باذن الله خير. يا رب يا رب خير ان شاء الله. وبرضو ممكن جدا يكون في مساحه كافيه ان احنا نتفاجئ من قبل مستر كيروش. انا مستنيها دي بقى يعني، والله مستنيها. محدش عارف الدنيا هتمشي ازاي، بس يا رب ان شاء الله تمشي زي ما تمشي، بس النهايه يعني تكون نهايه سعيده لكل المصريين. بالمناسبه الفريق الاول لكره القدم استأنف تدريباته امبارح على ملعب مختار التتش. طبعا بكلمكم على الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. طبعا ده حصل بعد انتهاء فتره الراحه اللي حصل عليها الفريق عقب مباراه المريخ السوداني، واللي استمرت لي 8 ايام طبعا للتخلص من حاله الاجهاد العضلي بسبب ضغط المباريات. حضراتكم اكيد فاكرين كويس جدا الفتره اللي فاتت كانت كميه مباريات ورا بعض الى اي درجه، ولاعيبه النادي الاهلي كما هو الحال يعني وكما هو قدرهم بحكم ان هم لعيبه النادي الاهلي، فهم ما بين ماتشات الاهلي في البطولات المختلفه اللي بيشارك فيها ولا سيما الدوري، وكمان ما بين المشاركه في المنتخب. وطبعا كالعاده قوام المنتخب الى حد كبير بيكون في لعيبه من النادي الاهلي. خاض اللعيبه طبعا تدريبات في الجيم قبل انطلاق هذا المران، واجرى كمان الجهاز الفني تقسيمه كده بسيطه شارك فيها كل اللاعبين. برضو الجدير بالذكر يا حضرات انه بيتسو موسيماني عقد محاضره مع اللاعبين واتكلم عن تحديات المرحله المقبله اللي هتبتدي بمباراه الهلال السوداني في ختام دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. طبعا بيغيب عن النادي الاهلي اللعيبه الدوليين اللي انضموا الى المنتخبات الوطنيه في الاجنده الدوليه الجاريه اللي طبعا بيخوض خلالها بعض المنتخبات الجوله الاخيره والحاسمه للتاهل لكاس العالم 2022 في قطر. تعال بقى نروح برضو نطمن على الحاله الطبيه. موسيماني بيتابع طبعا مع الجهاز الطبي حاله بعض اللاعبين اللي بيقوموا بتنفيذ هنا مراحل جديده في البرامج التاهيليه الخاصه بيهم لتجاوزهم العوده مره ثانيه من جديد للمشاركه بقى في التدريبات الجماعيه. طبعا منهم صلاح محسن اللي بيجري اشعه جديده عشان نطمن على حالته ونتعرف على نسبه كمان شفائه من الاصابه اللي تعرض ليها في مشطيه القدم زي ما بتقال، كانت طبعا اصابه ان شاء الله تعدي على خير، وبعدته عن المشاركه مع الفريق في التدريبات الجماعيه. خضع لبرنامج طبعا علاجي وبيخوض مرحله جديده من
من التأهل لتجهيزه بقى للعودة والتواجد مع الفريق مرة تانية. يعني نتمنى تبقى آخر الإصابات برضو يعني كل مرة بنقول الكلام ده، بس حقيقي من قلبنا بنتمنى تبقى آخر الإصابات، لأن الأجواء كده صعبة قوي. يعني ما يبقى في عندك ضغوطات وغيابات وحاجات زي كده وكمان إصابات، طب يعني والله موسيماني يعمل إيه برضو؟ يعني الراجل يعمل إيه؟ صعبة جدا يعني، ما يكون في عونه. طيب، وعلى صعيد آخر يا حضرات، فريق ناشئي النادي الأهلي لكرة اليد توج بلقب بطولة الجمهورية بعد ما تغلب على فريق سموحة في مباراة شهدت أداء قوي جدا ويعني ومميز جدا الحقيقة من جانب الفريقين، قدموا من خلالهم يعني طبعا أقصى ما عندهم، ويقدم خلالها الفريق عرض فني قوي جدا جدا جدا، وكان مسيطر تماما على مجريات اللعب ليحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 36-34. عقب نهاية المباراة تسلم الجهاز الفني واللاعبين كأس البطولة وميداليات المركز الأول، واحتفل الفريق بالكامل بهذا اللقب اللي تحقق طبعا بعد مسيرة مميزة جدا خلال هذه البطولة. أكيد الحصول على لقب ما بيكونش محض صدفة، وأكيد بيكون جه كتكليل لمجهودات كبيرة جدا في مشوار طويل وفي منافسات كتيرة. حابين ناخد فكرة ولو بسيطة عن هذا المشوار من خلال كابتن كريم أبو الخير وهو مدرب كرة اليد بالنادي الأهلي. كابتن كريم، صباح الفل على حضرتك وألف مبروك يا فندم. الله يبارك في حضرتك، وصباح الخير عليك يا كابتن كريم، وصباح الخير على أستاذنا هواندو، وصباح الخير على كل المشاهدين. صباح الفل على حضرتك كابتن، صباح الخير. يعني باختصار كده، طبعا زي ما كنت بقول من شوية، أي لقب بيتحقق بيجي مش بسهولة وبيجي بعد مشوار طويل، فلو حضرتك فيك يعني تلخص لنا المشوار ده وأصعب المباريات وأصعب التحديات والعقبات اللي قابلتكم لغاية لما الحمد لله ربنا كرمكم وتوجتم بلقب بطولة الجمهورية. والله حضرتك يا استاذ كريم، هو بطولة الدوري أو بطولة الجمهورية احنا بنلعب بطولة مكونة من 76 فريق، فطبعا 76 فريق ده هنلعب عدد مباريات كتيرة جدا طبعًا لحد ما بنوصل لأدوار النهائية. أكيد، وبيبدا من اول ادوار ال 32 وال 16 للبطوله، بيبدا يعمل البطوله بنظام مجمعات، بتتلعب ثلاث ماتشات في ثلاث ايام متتاليه ورا بعض. يعني اكتر من الضغوطات اللي بيتعرضوا لها لعيبه الكوره كمان. لا ده الموضوع صعب جدا والله، يعني فعلا الولاد تعبوا جدا ورجاله ويستاهلوا المكسب، وده اول دوري لينا في مرحله الناشئين، فالحمد لله لفريق 2008، فهم يستاهلوا كل خير الحقيقه. أنا بس يعني بعد إذن حضرتك، في ناس كتير تعبت عشان يعني البطولة دي تيجي، وأولهم من الأولاد أكيد بذل مجهود كبير جدا، كابتن عاصم حماد رئيس الجهاز، وكابتن محمد متولي مدير قطاع الناشئين، وزمايل المدربين الحقيقة كانوا بيساندوني، وكابتن عبد الله الإداري، وكابتن وائل الإداري، وكابتن ماجد مدرب حراس المرمى. الحقيقة في ناس كتير تعبت يعني عشان، ودكتور أسامة، في ناس كتير تعبت عشان الموضوع ده يعني يطلع حاجه كويسه تشرف النادي الاهلي، ويا رب دايما كده مكسب، ويا رب دايما من نجاح لنجاح. اللهم امين يا رب العالمين. وانتم الحقيقه من ناحيه ان انتم مشرفين النادي الاهلي، فانتم دايما الحقيقه مشرفين النادي الاهلي. احنا دايما بنتكلم على قطاع الناشئين في مختلف الرياضات المختلفه، احنا بنتكلم دايما على خط انتاج، معمل تفريخ انجاز التعبير، ل يعني لافراز مواهب جديده وابطال جدد، يعني يضموا الكثير من البطولات والكؤوس لدولاب بطولات النادي الاهلي. مليون مبروك يا فندم، ونتمنى لكم المزيد من التوفيق ان شاء الله الفتره الجايه. شكرا لوجودك معانا. شكرا لحضرتك. بص، ده مش الخبر الحلو الوحيد اللي معانا، كمان معانا خبر حلو جدا، فاز فريق شباب 16 سنه لكره السله بالنادي الاهلي وتوج بلقب بطوله الجمهوريه بعد ما فاز على سموحه. المباراه اقيمت على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى، وشهدت بصراحه للي تابع اداء كان قوي جدا، مش هقول من فريق واحد، هقول من الجانبين حقيقي، بعد ما نجح بقى الفريق في حسم طبعا النتيجه لصالحه، كان بنتيجه 57-56. ما هو ده بقى بياكد القوه والشراسه والاداء الرائع، ان حتى نتيجه الفوز فارقه ببوينت واحده، فحاجه كانت محترمه جدا. بس برضو خلينا ناخد مزيد من التفاصيل. معانا كابتن محمد اشرف توفيق، مدرب كره سله بالنادي الاهلي. يا كابتن اشرف، صباح الفل على حضرتك. صباح النور على حضرتك، الله يخليك. والله بنسعد بجد من قلبنا لما اي فريق يعني في النادي الاهلي بيفوز، وكمان لما نتكلم عن الناشئين وصغار السن، كان منك كمان 16 سنه، يعني ده شيء اعتقد مبشر جدا جدا لقدام باذن الله. والله الحمد لله، الحمد لله ده نتاج شغل ناس كتير قوي لمده سنين كتيره، والحمد لله احنا السنين اللي فاتت دي على مدار اخر 18 سنين تقريبا احنا قطاع الناشئين في النادي الاهلي الحمد لله يعني كلها نجاحات، يعني
فرقه المرتبط بقى لنا 6 سنين ما خسرناش ولا ماتش. الحمد لله فعلا. واللي حصل امبارح ده نتاج شغل مدربين كتير قوي ومديري قطاع ناشئين، كابتن سيد صابر طبعا وكابتن اسامه النمر. بحب اشكرهم والحمد لله الحمد لله بفضل ونعمه. طيب هسأل برضو السؤال المعتاد بس هو مهم، معتاد ولكن مهم، كواليس هذه الرحلة، كواليس هذا الأداء المميز، احنا بنتكلم ما خسرناش يعني ماتش واحد أو بطولة، لا خليني أعرف من حضرتك أكتر كابتن أشرف، معلش من حقنا نفهم برضو. تمام. لا احنا البطولة كانت صعبة جدا جدا بالنسبة لنا. احنا دخلنا البطولة ناقصين 2 لعيبة مهمين جدا في الجيل، يعني 2 لعيبة مهمين قوي في الجيل. ابتدينا كان عندنا اول جيم زمالك، الحمد لله ربنا وفقنا وكسبنا. خلصنا الساعه 11:30 بالليل، كان عندنا ثاني يوم الساعه 4 ماتش سموحه جوه البطوله جوه الفاينل. ما توفقناش خالص، كنا داي اوف كلنا، خسرنا خلص 4 بونت. الحمد لله الحمد لله قدرت ان انا اجهز الفرقه نفسيا انا وكابتن سيد وكابتن اسامه. البطوله الست فرق اللي موجودين في البطوله جامدين جدا، كله هيكسب كله، فاحنا اللي نعمل اللي علينا ان احنا لازم نكسب ال4 ماتشات اللي جايين، واكيد الفرق هتقع. وده فعلا اللي حصل، ان سموحه وقع هو ماتش الزمالك، فبقيت انا وسموحه بس اللي خسرانين جيم واحد. فلعبنا ماتش فيصل امبارح، حتى جوه الجيم احنا تقريبا خسرانين طول الجيم. الجيم خسرانين وبنعوض، وصل الفرق ل10 بونت وفاضل 7 دقائق، وصل ل8 بونت وفاضل 3 دقائق، 5 بونت وفاضل 50 ثانيه. احنا خسرين 5 بونت وفاضل 50 ثانية. والحمد لله الحمد لله الفرقة كان رجالة وكان عندهم ثقة غير عادية ان احنا هنكسب الجيم، لدرجة ان احنا جبنا بقينا ايكوال ترو جيم وفاضل 18 ثانية، وكمان سموحة راح جايب باسكت، فاضل 3 ثواني ومخسرانين باسكت. 3 ثواني. الحمد لله الحمد لله ربنا وفق بإرادة اللعيبة الحمد لله وكرم ربنا واجتهادهم. شوطنا شوطه في الاخر 3 بونت الحمد لله ربنا وفقنا. بس حاجه متعبه للاعصاب، هو متعبه بس واضح ان ده قدرنا في النادي الاهلي. احنا لغايه الثانيه الاخيره عندنا امل في اللعيبه بتوعنا في اي رياضه بقى، ما بنتكلمش عن 90 بلس بس كره القدم، واضح ان ده حاجه متوارثه فعلا في الرياضات المختلفه. على كل حال احنا فخورين فعلا ومزيد من التوفيق ان شاء الله كابتن اشرف ليكوا، شكرا جدا. فنروح فاصل ونرجع نكمل كلامنا، اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه. من حسن الحظ حضرات ان رجع لنا دكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه، عشان نعرف منه بقى الوضع رمضانيا الجو هيكون عامل ازاي. 37 ولا 42 بالظبط كده. دكتور محمود صباح الفل على حضرتك، وكل سنه وحضرتك طيب يا فندم. اهلا بيك. صباح الفل يا استاذ كريم، استاذ نهوان، اهلا بيك. صباح الجمال يا رب. اهلا بحضرتك. كل سنه طيب. كثرت الاحاديث حول اول يومين ثلاثه من رمضان يا دكتور محمود، ويقال ان درجات الحراره يعني اتقال 37 واتقال 40 وما بينهما، فالصح ايه؟ هو حتى الان الخرائط هيئه الارصاد الجويه خرائط توزيعات الضغط بتستمر الى ارتفاعات تدريجيه في درجات الحراره من النهارده. بالفعل تصل مع بدايات شهر رمضان ما بين 36 و37 درجه مئويه خلال فترات النهار. هيبقى في زياده في فترات طلوع اشعه الشمس، كتله هوائيه قادمه من مناطق مرتفعه بدرجات حرارتها شبه الجزيره العربيه. لكن فترات الليل بعد الفطار ناخد بالنا ما نكثرش ارتفاعات شديده في درجات الحراره في فترات النهار، لان فترات الليل درجات الحراره بتكون منخفضه وبيصل الفارق بين العظمى والصغرى اكثر من 15 درجه. تمام. بس بالنسبه لدرجات الحراره العظمى اللي هي اثناء ساعات النهار، هل من المرشح ان هي تعاود الارتفاع بعد اول كام يوم من رمضان ولا ممكن تنزل شويه؟ لا ان شاء الله هتبدا تنخفض مره اخرى. هيبقى هناك ما بين ارتفاعات وانخفاضات بقى في درجات الحراره خلال شهر رمضان، لكن الانخفاضات برضه مش هتكون بالشكل اللي احنا كنا بنشوفه في نهايه فصل الشتاء او على الاقل من زي الاسبوع اللي فات. طيب دكتور محمود، يعني احنا كده الشتاء ودعناه والتبعات بتاعته ودعناها من فكره ان ايه لسه اللي هي زي ما بيتقال كده بيخلص، اللي هي الايام اللي بيخلص فيها بعد ما بينتهي الفصل، احنا كده خلاص نقدر نقول ان بدايه من دلوقتي مثلا لاسبوع قادم احنا صيف، احنا صيف ما فيش بروده، يعني بما معناه نشيل الشتوي ولا نعمل ايه عشان برضو الناس تبقى فاهمه؟ هو طبعا انت عايز تزعلي استاذ نهوان انت. الاجابه كده يعني كلمه ايه؟ يعني بالراحه عليكم شويه. لا احنا تدريجيا هنخفف الملابس تدريجيا، مش هننزل الملابس الشتوي،
ومش هنبدا نعلن عن اتجاه ملابس فاتيه خالص طبعا، ما ينفعش نلبسها دلوقتي بشكل رسمي. هنخفف الملابس الشتويه اللي احنا بنلبسها، نخفف القطع الملابس اللي احنا بنلبسها عشان برضه مع اي نشاط للرياح. يعني النهارده درجه الحراره 23 على القاهره، لكن نشاط الرياح اللي موجود بره في الشارع وموجود في الطرق، مجرد ما نقف في حته ظل شويه او اماكن ظليله بنحس ببروده. فلازم طبعا ارتداء ملابس شتويه يكون شتويه خلال الفتره اللي جايه، هيكون بتخفيف هذه الملابس، لكن ما نلبسش ملابس صيفيه دلوقتي خالص طبعا. طيب خير ان شاء الله دكتور محمود، ويعني خلينا نتابع برضو مع حضرتك طبعا ونهايه الاسبوع على يوم الاربعاء عشان نطمن مره ثانيه لو في اي تغيرات يعني في الطقس او غيره برضو، ونطمن الساده المشاهدين. شكرا ليك جدا يا دكتور على هذه المداخله. ده احنا هنتبستر في رمضان. الحمد على لله. حسب الكلام اللي اتقال دكتور محمود، قال لك في نص الكلام، قال لك ايه يعني ما بين ارتفاعات وانخفاضات، تحسه مظبط. احنا كنا 24 و3 اول يوم سبت 37 ليه؟ الحمد لله. نروح بقى نتابع زي ما متعودين اخبار النادي الاهلي، ومراسلتنا العزيزه هي متواجده دلوقتي في مقر النادي الاهلي بالجزيره، هنا ابو القاسم. هنا صباح الخير عليكي، وبنصبح عليكي وسامعينك طبعا، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيواصل تدريباته، تجمع الفريق كان من شوية كان الساعة 10 صباحا، والمران هيبدأ الساعة 11 صباحا، استعدادا بقى للمباراة القادمة والجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، واللي هتكون أمام الهلال السوداني. يعني طبعا الفريق كان استأنف تدريباته وأمس بعد راحة سلبية لمدة 8 أيام. بشكل عام مستر بيتسو موسيماني كالعادة كان حريص على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، ليحدثهم بقى عن الأمور الصعبة والتحديات اللي هتقابلهم الفترة المقبلة. كمان التدريب كان مبني على تدريبات بدنية في صالة الجيم، بعد كده قام اللاعبين بعمل تدريبات فنية على ملعب التتش وتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، إن شاء الله يتخطوا عقبة الهلال السوداني ويتأهلوا بقى لدور الثمانية ويكونوا قربوا خطوة على البطولة الحداشر طبعا من دوري أبطال إفريقيا. نروح بقى لناشئين كرة القدم. فريق 2005 أمس قدر يحقق فوز مهم وكبير على فريق مصر المقصة بنتيجة 5-2، ده طبعا ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الجمهورية، والحقيقة أنهم عملوا مباراة كبيرة جدا. يعني أحرز الهدف الأول والتاني اللاعب طارق فوزي، الهدف الثالث اللاعب محمد عبد الله، والهدف الرابع والخامس اللاعب سيف أيمن، وبكده يكون رفع فريق 2005 عدد نقاطه ل 62 نقطة. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق في ما هو قادم، وإن شاء الله يكملوا بنفس الأداء. نروح بقى للألعاب الأخرى، وطبعا زي ما قلتوا يا نهواندو يا كريم كان يوم حافل بالبطولات. يعني قدر شباب السلة 16 سنة وكمان فريق كرة اليد 2008 يتوجوا ببطولة الجمهورية. طبعا الفريقين كانوا بيواجهوا فريق سموحة، عملوا مباريات كبيرة جدا، والحقيقة أن روح الفانيلا الحمراء كانت متواجدة في الملعب وقدروا يحسموا المباريات لصالحهم. يعني طبعا بهنئ جهاز كرة السلة بالنادي الأهلي وأيضا جهاز كرة اليد، وبتمنى لهم مزيد من التألق. نروح بقى لكرة الطايرة. سيدات كرة الطايرة النهاردة عندهم المباراة الثانية أمام فريق وادي دجلة طبعا ضمن منافسات نص نهائي بطولة الدوري. زي ما احنا عارفين طبعا أن البطولة بتلعب بنظام best of 3. أمس كانوا قدروا يفوزوا في المباراة الأولى أمام وادي دجلة، يعني أنهوا الشوط الأول بنتيجة 25-16، الشوط الثاني بنتيجة 25-16 أيضا، والشوط الثالث والأخير بنتيجة 25-11. لو سيدات كرة الطايرة وإن شاء الله يعني قدروا يحسموا المباراة النهاردة لصالحهم هيتأهلوا مباشرة للنهائي. كمان رجال كرة الطايرة بيستعدوا جيدا، طبعا عندهم برضو نصف نهائي بطولة الدوري هتكون يوم 30 ويوم 31 أمام فريق الزمالك، يعني أيضا بتلعب بنظام best of 3. إن شاء الله يقدروا يفوزوا في المباراة الأولى والتانية ويتأهلوا أيضا مباشرة للمباراة النهائية. يعني دي أخبار الفرق الرياضية. خلوني كمان زي ما عودتكم دايما أنقل لكم الأجواء داخل مقر النادي
النادي الأهلي بالجزيرة. درجة الحرارة دلوقتي 19، الأعضاء بدأوا بالفعل التوافد على مقر النادي، يمكن كمان بعضهم بيمارسوا الرياضة بالتحديد رياضة المشي في تراك النادي، وفي سيولة مرورية جيدة للطرق المؤدية للنادي الأهلي. يعني دي كانت أبرز أخبار الفرق الرياضية من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. شكرًا جدًا على هذه التغطية زميلتنا العزيزة والمتألقة هنا أبو القاسم، وفعلًا مشهد اللي هنا بتوصفه ده مشهد إحنا بنشوفه لما بنروح وبنبقى متواجدين فعلًا في النادي الأهلي. كبار السن تحديدًا، وأنا هأكد كبار السن تحديدًا، بيكونوا حريصين على المشي في التراك بشكل منتظم، وفي ناس نعرفهم يعني ونسلم عليهم كل ما نروح، يعني حاجة بجد حلوة جدًا، وبرضه بتتماشى مع فكرة تغيير الثقافة، لأن الأجيال دي اللي هي الأجيال طبعًا الكبار في السن يعني بيبقوا أو زمان ما كانش عندهم ثقافة الرياضة، أو خلي بالك الرياضة زمان ما كانتش جزء أساسي من المجتمع، غير طبعا دلوقتي لو هنقارن. فأنا عاجبني جدا تغيير الثقافة ده، يمكن إحنا سننا اللي ما بنمارسش قوي الرياضة فيه، فلا بس حاجة أو مشهد بيبقى حلو بصراحة إن الواحد يروح يشوف كبار سن وحرصهم على ممارسة الرياضة يوميا، دي حاجة أكيد حلوة. صحيح. نروح بقى مع حضراتكم على مقر موقع يلا كورة، حيث تتواجد زميلتنا العزيزة مريم سميح اللي هتعرفنا على آخر الأخبار وأهم المنشطات في كافة الصحف والمواقع الرياضية المختلفة، وكمان هيكون لها لقاء مع الأستاذة منى عمر الصحفية بموقع يلا كورة. صباح الفل عليكي وصباح الفل على ضيفتك العزيزة، اتفضلي. صباح عليك يا كريم، وصباح عليك يا نهاوند، وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة صحفية جديدة من داخل مقر يلا كورة، وطبعا زي ما انت قلت يا كريم هيكون معانا لتحليل كل عناوين الصادرة صباح اليوم الاثنين الأستاذة منى عمر الصحفية بموقع يلا كورة، ولكن خلينا الأول نستعرض العناوين اللي هتكون معانا النهاردة في جولتنا الصحفية. البداية من موقع يلا كورة، بعثة منتخب مصر تصل إلى السنغال استعدادا لمواجهة الحسم، ومن روسيا اليوم، ماذا تحتاج منتخبات مصر والمغرب الجزائر وتونس لبلوغ مونديال قطر. وعنواننا الثالث من اليوم السابع، كندا آخرها 20 منتخبا تحسم تأهلها إلى نهائيات كأس العالم. وأخيرا من الشروق، رونالدو يمازح ببيه، لقد عاد الملك للمنتخب البرتغالي. هيكون معنا طبعا لتحليل كل هذه العناوين منى عمر الصحفية بموقع يلا كورة. صباح عليك يا منى في البداية، منورانا على شاشة قناة نادي الأهلي. صباح الخير عليك يا مريم، منورة يلا كورة، وصباح الخير على كريم ونهاوند في الاستوديو وكل متابعي قناة نادي الأهلي. يمكن لا صوت يعلو فوق صوت طبعا يعني مواجهة منتخب مصر مع السنغال، خاصة يعني مواجهة الإياب بعد زي ما شفنا ماتش الذهاب، يمكن كان ماتش صعب، الجول جه ناس شايفينه حظ وناس شايفينه في النهاية هو جول حسم، يعني فكرة ان احنا ممكن نكون مستريحين شوية في يعني الإياب. شايفة ازاي المواجهة خاصة بعد إصابة محمد عبد المنعم وانضمام رامي ربيعة وعلي جبر للتمرينات؟ مبدئيا طبعا البعثة وصلت بسلامة الله في الساعات الأولى من صباح اليوم، وصلوا تقريبا حوالي الساعة 1 صباحا، كانوا خاضوا تمرين الصبح قبل السفر للسنغال. التمرين ده طبعا شهد تواجد رامي ربيعة وعلي جبر بعد استبعاد محمود حمدي الونش لتراكم الإنذارات، ومحمد عبد المنعم للإصابة بكسر في الأنف. بعدها توجهت البعثة إلى مطار القاهرة ووصلت إلى دكار. كان في كلام قبل بس ما نتكلم في الجزء اللي انت اتكلمتي عليه يا مريم، انه وليد العطار المتحدث الرسمي لاتحاد الكوره قال تصريح مهم جدا امبارح، ان اكد ان كل اللعيبه سليمه تماما، اللعيبه جاهزه تماما، لان كنا سمعنا بعض الاخبار اللي قالت ان محمد صلاح نجم ليفربول طبعا وقائد المنتخب خضع لاختبار طبي قبل التدريبات، كان في شكوك، سمعنا كلام يقلق. أستاذ وليد العطار نفى كل الكلام ده وقال إن اللعيبة جاهزة تماما. كمان قال حاجة مهمة جدا، إن الملعب اللي هيتلعب عليه المباراة مش بعيد عن الفندق زي ما بعض الناس تداولت، المسافة ما بين الاتنين 15 دقيقة. طبعا ده بيبقى مهم جدا لراحة اللعيبة، يعني سواء وهي رايحة التمرين. يعني ماتش الذهاب طبعا احنا قدرنا نحسمه، طبعا طبعا دي نتيجة إيجابية جدا، 1-0 كسبت بيها على ملعبي وسط جمهوري، ما استقبلتش هدف وده كان مهم جدا. بلعب منتخب السنغال، أكبر تقريبا أقوى منتخب أفريقي دلوقتي، هو اللي واخد بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، هروح ألعب هناك، أنا يكفيني التعادل السلبي، أنا مش عايز أكتر من كده، هتعادل سلبي خلاص بإذن الله أنا تأهلت. برضو لا قدر الله الخسارة، بس الخسارة مع التسجيل دي هتفرق معايا جدا، أهم حاجة أن أنا ما استقبلش هدف خصوصا في النص ساعة الأولانية أو في الشوط الأول إجمالا، ده هيحافظ على تركيز اللعيبة في الشوط الثاني. هنمتص حماس لعيبة السنغال
هتبقى نازله طبعا عايزه تسجل هدف مبكر، بتلعب على ارضها، بتلعب وسط جمهورها، خسرانه في ماتش الذهاب، فاهم حاجه ان اللعيبه تكون مركزه جدا، نقسم المباراه، ما استقبلش هدف على الاقل، على الاقل اخرج الشوط الاول 0-0. ده باذن الله، باذن الله هيكون يعني خلاص هيبقى 45 دقيقه ان شاء الله باذن الله ونحسم التاهل ان شاء الله. لو هنتكلم بقى عن المنتخبات العربية، سواء مصر طبعا يعني منتخبنا الوطني، او المغرب والجزائر وتونس، محتاجين ايه خلال الفترة المقبلة علشان يكونوا موجودين في او يتأهلوا لا يعني التصفيات الأخيرة من مونديال قطر، خاصة ان احنا شايفين يعني عارفة زي ما نقول up and downs في المنتخبات، في ناس بتكسب برا ارضها، في ناس بتكسب يعني بشق الانفس، فشايفة ازاي ان احنا او محتاجين ايه علشان المنتخبات العربيه تكون موجوده في النهايه؟ طب احنا هنبدا بمنتخب مصر، احنا اتكلمنا عنه لسه من شويه. انا يكفيني التعادل السلبي بره، انا كسبت على ارضي 1-0، اهم حاجه ما استقبلش هدف هناك، احافظ على الهدف بتاعي، اتعادل سلبي، انا كده تمام ان شاء الله تكون مصر اتاهلت. المنتخبات الثانيه تونس، المغرب، الجزائر، عندها افضليه ان هي هتلعب الماتشات على ارضها، افضليه تانية ان هم الثلاثه قدروا ان هم يسجلوا بره الارض. تونس كسبت 1-0 على مالي، المغرب اتعادلت مع الكونغو 1-1، والجزائر كسبت الكاميرون 1-0. فكل المنتخبات عندها افضليه الهدف خارج الارض. بالنسبه للجزائر، الجزائر هتلعب على ارضها، هتلعب وسط جمهورها، ما اعتقدش انها هتخسر. بالنسبه لها تعادل سلبي هيأهلها، تعادل ايجابي باي نتيجه هيأهلها، اهم حاجه ان هي ما تخسرش بره يعني، او ان هي تستقبل هدف. فبنسبه كبيره الجزائر ان شاء الله اتأهلت. نفس الكلام بالنسبه لتونس، لان هي برده هتلعب الاياب على ارضها. المغرب هي اللي عندها مش هنقول مشكله، هي برده سجلت او قدرت ان هي تتعادل مع الكونغو خارج الارض، فعندها الافضليه دي، اهم حاجه ان هي ما تستقبلش اهداف على ارضها. بالنسبه لها التعادل السلبي يأهلها، وطبعا الفوز يأهلها. لو هنتكلم على ال 20 منتخب اللي تأهلوا بالفعل، يعني يمكن هنقول من ضمنهم المانيا، الدنمارك، الارجنتين، كندا، كمان يعني يمكن السعوديه اكيد اتأهلت، شايفه ازاي ممكن يكون الاداء للمنتخبات اللي اتأهلت بالفعل خلال الفتره المقبله، وممكن مين يكون يعني قريب من كأس العالم؟ بصي، انت زي ما انت ما قلتي لسه من شويه في الخبر اللي قبل كده، ان في مفاجآت بنشوفها، في بنشوف ابس اند داون كده في المنتخبات، تلاقي في نتائج اتفاجئنا بيها. اتفاجئنا ان مقدونيا الشماليه اقصت ايطاليا بطل اليورو، وكسبت ايه بهدف قاتل في الوقت تقريبا البدل الضايع يعني، وخسرت 1-0 ايطاليا بره المونديال المره الثانيه. فاحنا بنشوف المفاجآت دي. احنا عندنا زي ما انت قلتي عندنا 20 منتخب، اخرهم كان كندا، أوروغواي، عندنا طبعا قطر البلد المستضيف، عندنا السعودية تأهلت، عندنا كوريا الجنوبية، عندنا إيران، عندنا اليابان، عندنا طبعا إنجلترا، أسبانيا، فرنسا، ألمانيا، كرواتيا، الدنمارك، هولندا، بلجيكا، صربيا، سويسرا، كل المنتخبات دي 20. فيعني وإن شاء الله بإذن الله يعني هيبقى الرباعي العربي بإذن الله هيحصلهم يعني ان شاء الله. اخيرا لو هنتكلم بقى عن انضمام بيبي للتمرينات الجمعيه ومنتخب طبعا يعني زي ما احنا شفنا زي ما انت قلتي منتخب البرتغالي يمكن بيستعد خلال الفتره المقبله لمواجهه قويه او مواجهه حاسمه طبعا للتاهل لمونديال قطر 2022 امام مقدونيا الشماليه. طبعا يعني بعد شفاء فيروس كورونا هو انضم مرة أخرى للتمرينات، شايفة ممكن يكون وجوده أساسي خلال المباراة المقبلة ممكن يضيف كتير، أو ممكن أنه هو يحسم هذه المباراة؟ بصي، الناس اللي كانت بتعتقد ان مباراه قبل يعني قبل دي، انه يعني الناس كانت كلها متخيله ان هنشوف مواجهه ما بين البرتغال وايطاليا. المواجهه دلوقتي الحسابات اتغيرت، المواجهه بقت ما بين البرتغال ومقدونيا الشماليه. فاللي هيفتكر ان مباراه البرتغال قدام مقدونيا سهله يبقى مش بيفكر صح. مقدونيا جايه بدفعه معنويه ان هي اقصد بطل اليورو، مقدونيا كسبت تقريبا اخر 4 مباريات لعبتها في التصفيات من 5، يعني من اخر 5 لعبتهم هي كسبت 4، فعندها دفعه معنويه كبيره، عندها ثقه، عايزه تحسب بطاقه التاهل، عايزه تكرر المفاجاه اللي حققتها قدام ايطاليا وتكررها قدام البرتغال. عوده بيبي طبعا هتفيد جدا خط دفاع المنتخب البرتغالي. البرتغال طبعا كانت اتاهلت للمسار النهائي ده بعد ما كسبت تركيا 3-1، وهتلعب مقدونيا، الماتش ان شاء الله هيتلعب بكره، وده المفروض ان شاء الله اللي هيحسم التاهل بقى مين، سواء البرتغال سواء مقدونيا طبعا مع بقيه المنتخبات يعني.
اشكرك جدا منى، طبعا نورتينا وشرفتينا بهذا التحليل لكل العناوين اللي كانت معانا النهارده، نورتينا على شاشه قناه نادي الاهلي. ميرسي يا مريم، نورتي. ميرسي. ده طبعا كان لقائنا مع الأستاذة الصحفية منى عمر، الصحفية بموقع يلا كورة. ويمكن زي ما احنا شفنا أكيد يا كريم ويا نهاوند، كانت كل العناوين اللي معانا النهاردة أول صادرة وأبرزها صباح اليوم الاثنين كانت بتدور حول التصفيات المؤهلة لكأس العالم طبعا 2022، وأبرزها منتخبنا الوطني إن شاء الله عنده مباراة هامة جدا بكرة إن شاء الله. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، بشكركم جدا، عودة ليكم مرة أخرى. كل الشكر للأستاذة منى عمر الصحفية طبعا موقع اليوم السابع، كان يوم السابع ولا يلا كوره، موقع يلا كوره عفوا. وطبعا اكيد كل الشكر لزميلتنا العزيزه مريم سميح اللي كالعاده بتقدم لنا تغطيه كافيه ووافيه. شكرا جزيلا ليكم. طيب احنا بكده حضرات نكون انتهينا من الجزء الاول من حلقتنا، هنطلع فاصل سريع ونرجع عشان نبتدي بقى كلامنا عن النوستالجيا ومشاركات مصر السابقه في منافسات كاس العالم مع الاستاذ محمد صادق طبعا اللي هيكلمنا عن هذا الملف وبالتفصيل، فخليكم معنا. مرحبا بحضراتكم في الفقرة الأولى اللي نوهنا عنها وقلنا إن احنا هنرجع بالذكريات ونتكلم عن النوستالجيا وكواليس كمان البطولات يعني اللي حصلنا عليها، مش بس كده هنذكرها، لا هنرجع وسنة 34 و90 وسنة 2018 وغيره. يا أستاذ محمد صباح الفل، طبعا منورنا أستاذ محمد صادق مدير مؤسسة الأرشيف يعني العربي، وعندك دايما قصص وحكاوي وكل حاجة حلوة، عايزين بقى نعرف منك. صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير كريم، صباح العسل، كل سنة وانتم طيبين وحضرتك بالصحة وإن شاء الله الأيام كلها خير وسعادة، دخلة رمضان وبكرة النصر إن شاء الله ربنا يرسلنا عشان الجمهور العظيم. وصباح الخير يا اللي معانا زي ما ست أم كلثوم بتقول. أيوه يعني حاجات حلوة قوي أنا شفتها هنا أول ما جيت، ونيو لوك جديد وحاجة حلوة، نورتنا في النيو لوك الجديد والسكان مش الخير في السكان، أنتوا عاملين إضافة جميلة يعني، ربنا يخليك. النهاردة هنتكلم عن كأس العالم وفكرة كأس العالم عشان الناس تعرف كأس العالم. كأس العالم أول ما بدأت أول بطولة في 1930 وكانت في أوروجواي، مصر ما اشتركتش، ما كانش لها الحظ تشترك، دي أول نسخة على الإطلاق، على الإطلاق 1930 تمام، وخدتها فرقة اسمها أوروجواي كويس، وكان في استاد بقى عظيم في أوروجواي كبير أوي هم خدوها. وكانت تاني بطولة على طول 1934 وكانت فين؟ في إيطاليا. وكنا إحنا هناك، كنا إحنا هناك بقى. إحنا صعدنا إزاي؟ كانت تصفيات غريبة غير دلوقتي خالص، لعبنا الدولة الحبيبة بالنسبة لنا دولة فلسطين، لعبناها ماتشين، ماتش 7-1 وماتش 4-1، دي كانت تصفيات بسيطة كده ونوصل لكأس العالم. وصلنا لكاس بس كده، هي تصفيات بسيطة. هم ماتشين دلوقتي بقينا نقطع مشوار. أيوه. لا ده مشوار كبير، ده احنا لما نيجي نوصل لسنة 90 شوف احنا قطعنا قد ايه عشان نوصل 90 بعد 56 سنة، بس سنين كتيرة قوي برضو. عايزينك تقول لنا ليه حصل ده يعني، في حاجات في النص كانت غير إرادية ما بين انسحابات وبين حروب عالمية وقفت البطولات واحنا ما كناش بنصعد. طبعا. لكن احنا هنتكلم ناخد كده من البداية احترام المشاهد، ان احنا نقول ايه 1934 هو الاشتراك الحقيقي لينا في كأس العالم. حلو. بعد ما صعدنا قلنا كسبنا فلسطين ماتشين ذهابا وايابا، وكان في اوكي لعبنا فين وبتاع، مش هنتكلم في الموضوع ده، لكن هنقول لعبنا كسبنا 7-1 و4-1 صعدنا، واحنا مع بقى الفرقه العظيمه القويه جدا في ذاك الوقت في الثلاثينات فرقه المجر. لقينا بقى ايه المجر من لعبها بقى، المجر وقتها كانت قويه طبعا 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 طبعا، وبعدين احنا لعبنا كمان. وبعدين كان ذاتها نظام المغلوب، تتغلب ماتش ما تكملش، مش زي بعد كده لما شفنا سنه 90 الناس اللي حضروا ازاي كان في مثلا 3 ماتشات تقدر تعوض في الماتش ده، تكسب في الماتش ده، تعادل في الماتش ده. طب لو ما كانش ماتش 90 ده ماتش بتاع مصر والهولندا وتعادلنا، ها طب ممكن كان يبقى فال حلو وما جبناش الجون، كنا ممكن كسبنا الماتشين اللي بعديها. فالماتش حاجات كثيره ظريفه كده. لكن نرجع ونقول بقى نرجع الشاشه دلوقتي، اول فريق اشترك في كاس العالم في 1934، ويبقى بنحضر الصورتين اللي جايبين، عملوا قبل كاس العالم فرقه كده حضروا منتخب مصر عشان كاس العالم مفاجاه، فنعمل فرقه تحضيريه كده، فلعبنا ماتشين مع يوغوسلافيا تعادلنا معاهم 3-3، ولكن بعد كده زودنا عناصر اخرى، وفي بقى هيجي دلوقتي صورتين لاول فرقتين يعني اول فرقه مثلت مصر في كاس العالم اهي دي. الصوره دي بقى في 1934 هنلاقي بقى مين؟ محمود كامل منصور حارس المرمى كان في النادي الاهلي، ها تمور بقى بلعيبه كبيره ما شاء الله، شوف الصوره جميله ازاي هنا ده الفريق الاولاني قبل ما يروح كاس العالم، واخد بالك ازاي اللي هم لعب. بص مين في النص اللي قاعد، لا احنا اكيد مش هنعرف. لا انا قصدي ده عشان ده رمز للنادي الاهلي وملعبه،
ملعب النادي الاهلي في الجزيره باسم مين؟ التتش. التتش. اوبا مختار التتش. مختار التتش كان هجوم رهيب مع الكابتن عبد الرحمن فوزي. يا خبر شكله وهو صغير مختلف تماما. لا 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 هنا عبق دول اول ناس في صوره كمان. لا بس الشكل لا ده في صوره كمان تجيبوها كمان. ماشي دلوقتي الصوره دي جميله قوي لانها واضحه الملاءه. الله هنا بقى بص هنا كمان احنا بنجمع كل الناس ما بين التتش مين اللي في النص؟ هو تالت واحد بقى من الشمال ولا ايه؟ صح كده؟ ايوه ومين في النص بالظبط اللي هو قايم سنه كده وقاعد كابتن مين؟ ايه؟ كابتن محمد لطيف. ياه المذيع العبقري لعيب المختلط الرائع المعلق المحترم طبعًا. الجميل اللي ابنه موجود المعلق الاستثنائي طبعا اللي لا جه ولا هيجي زيه ولا في طعمه ولا في شعبي اللي احنا بنتكلم كان احنا بنتكلم ها صح. مصطفى كامل منصور ها لعيبه جامده جدا هو طبعا طبعا بصفه خاصه مختار التتش اكيد اكيد اشهر من نار على العالم ولكن عبد الرحمن فوزي من الناس اللي اتهضم حقها الى حد ما يعني كان ليه اسهام ده هو كان ظاهره جميل قوي واخد بالك بس جميل. مش بنفس شهره غيره ليه؟ لان هو اتنقل من مكان لمكان لمكان ما كانش لسه في الميديا النهارده الميديا بتخلي من اللعيب ال 50% 1000% صح النهارده الميديا ده يتكلم ده يفتح صفحه ده يفتح ما شاء الله في ظروف تانية تختلف على كابتن الخطيب احنا انا عاصرته ها يعني لو كابتن الخطيب موجود دلوقتي ولا موجود الترند لمده 40 سنه ورا بعض طبعا لان الكوره هي اخلاق ومبادئ وقيم قبل ما تكون رياضه ودي تتجمع في نجوم كتير بلده في تاريخ النادي الاهلي وتاريخ مصر زي كابتن الخطيب وكابتن حسن الشحاته ناس كتيره ما نقدرش نختلف عليها طبعا. في الاحترام والادب لكن نرجع لعبد الرحمن فوزي بقى ولما نجيله صورتين ثلاثه اربعه هنا جايبها له ما بين حياه جميله ازاي هو قاعد يعني خلص كوره وقاعد انسان عادي احنا هو لعيب رياضه ما شربش دخان بعد ما بيبطل ما بيشرب ها لعيب رياضه تاريخ عظيم عبد الرحمن فوزي دوت نجيب قصته بقى هو لعب في النادي المصري بورسعيد المحترم كام سنه وبعد كده قبل كاس العالم ها قابل مصطفى كامل منصور ها وفي نقطه هنا جميله حلوه مصطفى كامل منصور هو اول حارس لمصر في 1934 كان النادي عبد الرحمن فوزي تمام دي صوره واضحه بقى خاصه جدا احنا في ثلاث اربع صور بقى ممتازين جايبهم منين بس انا عايز المصدر بتاعك فين بجد مصادر كتير تاريخ وارشيف ماشي. انا بيصنفوني كمؤرخ رياضي فني اجتماعي ولك مصادرك بقى اللي بتجيب منها ده عايز اقول لحضراتكم استاذ محمد بيجيب جرايد مش عارفه من سنه كام والله الجورنال زي ما هو الورقه برده كويسه بتحافظ على الحاجه بجمع بشكل جمع كده بص بعمل ايه بجمع كده صوره مجله جورنال ده 82 بقى ده عدد ايه ده انا جايبه بس عجبني عشان كنت بحب الكابتن بيليه او زمان كابتن بيليه كان ظاهره واعظم لعيب جابته الكره العالميه ثلاث بطولات كاس عالم ها اكبر اهداف في مستوى العالم حريف جميل كان ايقونه الرياضه دي كان ايقونه كره القدم لا ونمره 10 لابس نمره 10 نمره بنحبها ها فاحنا نقول ان المصادر ممكن تكون صوره فوتوغرافيه اصليه مجله نادره من ساعه ما كانت نزلت في مجلات ما لهاش ارشيف بتلاقي فيها صور مهمه كوادر معينه طبعًا. الكابتن عبد الرحمن فوزي قليل اول ما تلاقي حاجات ليه اتنقل بقى نرجع له تاني من المصري فبالصدفه كده هو كان زمان غير دلوقتي الاحتراف عايز تروح هنا تلعب عايز تلعب هنا تلعب فكان هنا في النادي الاهلي بيلف تراك رياضه وكان نازل وكان في مدرسه محترمه جدا خرجت نجوم عظماء في النادي الاهلي وهي المدرسه السعيديه طبعا اللي هي عندنا في الجيزه دي مدرسه عظيمه وتاريخ جميل قوي خرجت ناس كتيره قوي يعني طبعا عباقره في كره القدم دايما الثانويه العامه في فتره من الفترات دايما كانوا بيبقوا من طبعا خريجيها. كان ساعتها السعوديه في الجيزه وفي القاهره الخدويه ومدارس كتيره كان ساعتها في دوله اسمه دوري المدارس وحاجات جميله كده بتطلع نبوغ من الرياضيين مصطفى منصور كان بيلعب في النصري فتره جه هنا زياره ها في مصر وبتاع فقابل مصطفى كان منصور حارس الاهلي فاقنعه يخش الاهلي لعب في الاهلي سنه وبعد كده راح لكأس العالم، رجع من كأس العالم ها كان رفعت باشا ده كان احترام كله طبعا كان رئيس نادي المصري اتكلم مع محمد حيدر باشا كلمه كان ساعتها الزملكاوي كبير وكان رئيس نادي الزمالك ومسك الجيش المصري مع بعضين. لو سمحت احنا عايزين نلعب معانا لعب 12 سنه. عبد الرحمن فوزي بقى نرجع بقى تاريخ هو اول هداف لمنتخب مصر في اشتراكها في كأس العالم، هو الوحيد الذي احرز هدفين.
يعني بقى نقول مونديال 4 سنة 34 ده لا ينسى عن 90 كمان. لا ده يختلف عشان دي أول بطولة لينا. حاجة كانت في ذاكرة الناس بشكل أكبر يعني. وببساطة ولا إعلام ولا ميديا ولا كابتن عبد الرحمن فوزي رحمه الله قعد لغاية ما توفى قال لك أنا اللي رفعت راس مصر، أنا اللي جبت الجونين، أنا اكرموني ادوني. لا 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 ده كان راجل بيلعب باسم مصر وانتقل لمكان 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 في عنده كده يعني حتى توفى. وفي صور ليه جميله يمكن حاجات جميله كانسان كقاعد في وسط الناس كقاعد في بيشرب شاي في صور مختلفه. فمن هنا نقول ان اول بطوله 34 هي اول بطوله اتشارك فيها مصر. 38 مصر ما اتشاركتش. بس بنروح 38 حصل معانا ايه في 34؟ احنا لما شاركنا بقى في النسخه دي عبد الرحمن فوزي جاب جونين والمجر تفوقت علينا طبعا 4-2 وطلعنا من الدور الاول 4-2. حضرتك بتقول وقتها كان اللي بيتغلب خلاص بيخرج. هي فرقه تخرج خلاص يجوا. خد ومين اللي خد البطوله دي؟ ايطاليا. ايطاليا كانت بتلعب ببطوله على ارضها وبالذك. شوف ايطاليا واخده ثاني بطوله والنهارده خرجت من كاس العالم. وحاجه غير متوقعه تماما. مقدونيا كلنا قاعدين نقول هتلعب البرتغال. لعبت مقدونيا. مفيش كبير في كره القدم بجد يعني حاجه غريبه جدا. بتدي اللي بيعرق بتدي اللي بيجتهد بتدي اللي هو بيعطي. واحنا عندنا الوطنيه وعندنا حب لبلدنا تخلينا لو في فرق امكانيات لا احنا ممكن نعوض ده بالمجهود والعرق. ف 34 قبل 34 اثبت عند 34 سريعا بس فاصل هنطلع فاصل ونرجع ل 34 مره. اوكي اتفضل. اهلا بيكم مره ثانيه. رجعنا عشان نكمل كلامنا مع الاستاذ محمد صادق اللي منورنا واللي دايما بيمتعنا الحقيقه بالكثير والكثير من التفاصيل، مش مجرد معلومات عامه كده وخلاص من على الوش، لا تفاصيل التفاصيل. وقفنا عند سنه 34. المفروض احنا نخش في 90 على طول بس في لقطه كده في 30 ثانيه كده قبل نقولها على طول. ان في البطوله من 34 او من 30 لغايه 1970 احنا انسحبنا 6 مرات. انسحبنا كتير قوي 6 مرات. دي ظروف سياسيه بقى. وانت عارف يعني 6 مرات يعني 24 سنه ما بين ده في من 58 ل 70 دي 4 بطولات ورا بعض انسحبنا منهم لظروف سياسيه. وفي في الاول ظروف وفي بطولتين ما انسحبناش البطوله ما اتقامتش اصلا. ظروف سياسيه بتمر بيها البلد ولا ظروف سياسيه حوالينا وكده ده كله بالتاريخ يعني. وفي بطولتين هم الاتحاد ده ما عملش البطوله كانت في 42 و46 الحرب العالميه بقى. الحرب العالميه 38 اتعملت طبعا البطوله لكن ايه ما اتلغتش لان كانش في حرب 39 قامت 39 حرب يعني تتلغي يعني الدول عمالين يدكوا في بعض اكيد مش هيلعبوا ماتش كوره. ظروف زي اللي احنا فيها دلوقتي يعني تبقى ظروف سياسيه يعني وكده. هنروح بقى بعد كده بقى من 34 يا نهار ابيض 56 سنه كانت مفاجاه عظيمه. انا حضرت الماتش ده كنت في الاستاد كمان كان فرحه ودموع غير عاديه يعني. وكنا رحنا الاستاد من الساعه 9 الصبح قاعدين. وازاي بقى ان احنا رحنا لعبنا ماتش الجزائر ده لعبنا هناك في القسنطينه 0-0 وعملنا ماتش عظيم جدا وجينا هنا كنا مشدودين. عشان كده بنطمن الناس ان احنا بنلعب بره ارضنا بنلعب اقوى وان كان هنا ربنا يوفقنا عشان الجمهور. دي نقطه مهمه قوي يا استاذ محمد على ويطمنا على بكره فكره طبعا. لا احنا بره ارضنا حتى مع الضغوطات ومش وسط جمهورنا بس وعارفين احنا عايزين ايه. احنا بنلعب ماتش هنا عايزين نكسب ده التاريخ بس بقى. ازاي ده التاريخ اللي بيقول. لكن لما بنروح هناك عارفين اللي هنا ولا علينا عايزين ايه من الماتش. صحيح ده بيفيدنا يعني. نرجع بقى هنا يا سلام اول بقى ما 89 90 ها انا قلت 90 ده وصلنا كاس العالم لكن 89 تصفيات كابتن ربيع ياسين طبعا وكابتن خالد عيد وابراهيم كابتن ابراهيم حاسس كابتن طاهر ابو زيد كابتن بدر لجج احمد رمزي ها شكلهم صغير قوي طبعا ده تيم دول كانوا بيلعبوا في التصفيات كمان. في ناس ما وصلتش كاس العالم في ناس ما لعبتش في كاس العالم لكن دول كانوا موجودين من التصفيات. في اكتر من لعيب ما وصلوش واخد بالك ازاي زي كابتن طارق زيت ما لعبش كابتن خالد العيد كانوا في ناس احتياطيين ما لعبوش. لكن احنا هنقول في اساسيات كابتن شوبير. وعايزين نقطه مهمه ان اول حارس نادي الاهلي ها كان هو في كاس العالم 94 مصطفى كامل منصور ها 90 كان مين كابتن شوبير 18 كابتن عصام الحضري طبعا. دلوقتي كابتن محمد الشناوي طبعا. يعني معنى كده مصر بامان عرين النادي الاهلي ويحرص عرين مصر. صحيح فهنشوف برضو صوره ثانيه بعد اذن ايوه منتخب مصر في كاس العالم الجوهري اطمئنوا سنشرف مصر
شوف بقى النجوم الكبار كابتن مجدي طلبه، كابتن احمد الكاس، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي. كابتن علاء ميهوب بقى ما عرفوش ابدا، شكله مختلف وشعره مختلف. كان بقى لسه بقى في البدايه بقى. كان ليه في لعيبه. كابتن ايمن شوقي نفس الشكل. ايمن شوقي كان نفس الشكل على فكره. كابتن ثابت البطل الله يرحمه. الله يرحمه. والبديل كابتن ايمن طاهر. كابتن اسامه عرابي. كلهم، شوف كابتن شوبير، كابتن ثابت البطل، هم موجودين وكلهم نجوم، كلهم. كابتن الجوهر رحمه الله طبعا ما ننساش، كان ليه دور مهم جدا. وان كانوا يقولوا عليه خطه دفاعيه، خطه دفاعيه زي احنا بنتكلم دلوقتي، زي ما قلنا على كوبر الفتره اللي فاتت خطه دفاعيه، دلوقتي كروش خطه دفاعيه، لكن المهم الهدف نحققه. في صوره ثانيه كمان بعديها لو سمحت. الله، دي الصوره بقى جايبه بالطول، الكابتن حسام حسن مبسوط، والكابتن احمد كاس بعد رفع له الكوره، ها، والجون اهي اللي اسعدنا جميعا، جه في اول اللقاء، ها، وكان ماتش بقى فريق مصر يهزم فريق بعد موقعه ضاربه 1-0. حسام حسن سجل هدف الطلياني من كره عرضيه للكاس. ليه بيقول لك هدف الطلياني؟ ايوه، ايه معنى كلمه هدف الطلياني؟ يعني الهدف اللي ودانا ايطاليا. لان كاس العالم كان فين؟ ايطاليا. ونزلت عداله السماء على استاد باليرمو. طبعا كنا قاعدين فرحانين. اوه، الجمله دي ما تتنسيش. والبحريه قاعد رافع علم مصر. حاجه طبعا، حاجه افتخار، وان شاء الله هنوصل، وبرده الجمهور هيشرف مصر. نشوف برضو حاجة بعديها جميلة برضو. أنا بجيب لكم كل العناوين اللي نزلت ساعتها. جميل. الفريق المصري يهزم فريق الجزيرة 1-0، حسام حسن يسجل هدف الفوز من كرة عرضية الكأس. الرئيس السابق قال إن الفريق الأداء متميز والروح الرياضية العالية. شوف ده اللي بنتكلم عليه، إحنا ده اللي إحنا بنراهن عليه، وهو الروح الرياضية والأداء المتميز الرجولي. دي كان، ده بقى كان جورنال اسمه أستاذ العرب جميل قوي، بهدف حسام وصلنا بسلام. بص هنا بنبتدي في سجع يعني كده، يعني في كده زي الجرايد اللي بتبقى شديده شويه، عوضنا الخسائر. بص العنوان الفرعي ده، كورتنا جلجلت وجماهيرنا صهللت وفرحه المصريين. بقول لك في سجع. وفرحه المصريين بعد صبر السنين. طبعا احنا وصلنا بعد 56 سنه، كتير قوي طبعا. يعني طبعا يعني عقود ناس عدت وما شافتش مين مصر في كاس العالم. صح. ولسه في صورة هنا بقى، دي لقطه من ورا الجون جميله قوي، والجون جاي هنا. ده كابتن حسام حسن وكابتن جمال عبد الحميد. وعايز اقول يعني الجمهور ده فوق، احنا كنا قاعدين فوق في العواميد في النور، طلعنا فوق. انا طلعت فوق العمود، كنت هموت في اليوم ده. طب وده كلام يعني، احنا دلوقتي نقول للجماهير التزموا بالمقاعد، انت طالع فوق عمود النور. لا، الامور تختلف دلوقتي في النظام، لكن ساعتها ايه اللي طلعك فوق العمود بتاع النور؟ طيب احنا كنا بنبص بره، كان قاسم مشترك وماتشات جوه 120,000 وبره في بتاع 40,000، مش عارفين يتفرجوا، مش عارفين يخشوا. طبعا والامن محاوط، محدش يخش. فرحه. هنا بقى الصوره دي مهمه جدا عشان برضه للتاريخ، انا احب اتكلم تاريخ. طبعا الكابتن هشام عبد الرسول لعيب المنيا ولعيب مصر المنتخب والمنتخب، لعيب جميل وعظيم، كان ليه دور مهم جدا في صعود مصر كاس العالم، احرز هدفين، ها، كانوا سبب في وصول منتخب مصر كاس العالم. كان لعيب مهم جدا، كان الكابتن الجوهر معتمد، يعني معتمد عليه اعتماد كبير في خط النص. وسبحان الله ما لعبش في كاس العالم، حصل له اصابه بالعربيه شديده جدا، وجابوا له صورته على الاهرام الرياضي ومعاه كابتن حسام ابراهيم بظروف، وكان ايه رجليه مفروضه، وكان عامل اصابه جامده جدا بعدته. لكن التاريخ بينصفه، بعدته تماما عن كره القدم خالص. ما لعبش تاني خالص. اصبح بعد كده كام سنه بقى يدرب بعض الفرق في الدرجه الثانيه. تبقى صعبه قوي على اللعيبه دي طبعا، لانه كان ليه دور مهم جدا. يمكن 70% كلهم نجوم يعني، بس كابتن هشام عبد الرسول كان ليه دور مهم قوي. اقول لك انا بقى مين كابتن ابراهيم ومين كابتن حسام. أيوة. اللي على اليمين ده اللي مش رافع ايده، لا ده حسام. ايوه صح. أيوة كده. ايوه والكابتن ابراهيم. ها، لا 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 لا، بص احنا التاريخ بينصف اللعيبه. احنا هنا في النادي الاهلي بنجيب كل الناس، ما دام بنتكلم عن مصر بنتكلم كل طبعا الفريق. طبعا بنتكلم بالتاريخ، بنتكلم بالتاريخ. وبعدين ما كانش في نجم اوحد، كان كل منتخب مصر. دي حقيقه. ان من الجون للحال لحتى اللي قاعدين بره كلهم كانوا نجوم. كابتن طارق كان قاعد بره، كابتن بدر رجب، علام يبقى قاعد بعد المطوشه، يعني يعني كل النجوم دول كانوا موجودين في سنه 90. احنا عملنا مباراه شوف يا سلام، كابتن ربيع ياسين طبعا. شفت انا بقول ايه؟ كابتن ربيع ياسين ده لعب، كابتن ربيع ياسين ولعب بكابتن احمد رمزي ازاي؟ الاثنين باك ليفت وباك شمال وبتاع، ولعب في خط النص. انا عايز اقول البطوله دي كان يعني ليها فرحه كبيره قوي قوي قوي. احنا خرجنا في الشارع مش مصدقين، احنا قعدنا ثلاث ايام فرحانين في الشوارع، وصلنا كاس العالم وهنروح. ولما روحنا بقى لعبنا هناك اول ماتش مين؟ لعبنا لودخوليت فان باستن. بص طبعًا. بص الجمال، ماركو فان باستن. طبعا بص صوره الملعب عامل ازاي؟ حماس. وامسك الراجل ده، عايزين نخرج الكابتن الجوهري اهو. حلوه دي قوي. طبعا انا بجيب كل اللي انكتب، انا جايب صوره كابتن جوهري، ها،
وعالم جايبينه عالم زي عالم ايطاليا اهو، ان احنا هنوصل لكاس العالم سنه 90 يا سلام 89 مجله اكتوبر دي انا فاكراها كانت زمان. ايوه الاستاذ صلاح المنتصر طبعا اول عدد منها 1976 عليها الملك عليها الرئيس لسه موجوده لحد دلوقتي صح؟ صلاح منتصر مقرها على النيل جنب اذاعه التلفزيون. شوف الجمال، مبروك انا جايب سوق فوق بص مكتوب ايوه طبعا مبروك لمصر. ها ما قالوش بقى الكابتن حسن كسب مصر، ما قالوش لا 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 ما في ولا لحد دلوقتي الكلام ده موجود يعني مصر طبعا لا لا مصر احنا لازم نركز. لعبنا ثلاث ماتشات مهمين جدا يعني احنا فاكرين اول ماتش مين؟ هولندا ندخل يتو فان باستن وريكاردو والناس الجامده دي. لا ثاني ماتش ايرلندا، ثالث ماتش مين؟ انجلترا. انجلترا طبعا. وما ما نعرفش النصيب. ممكن نختم معاك سريعا وتقول لنا بقى بعد الفوز كانت الاجواء ازاي في الشوارع وفي البيوت؟ احنا حابين بقى نرجع نوستالجيا للجماهير والناس كانت بتعمل ايه؟ بص الناس كانت بسيطه زي ما انت حضرتك قلت لي 120 احنا بنقول الناس تقعد على مقاعدها. بقى في نظام، كان ساعتها الناس بالحب، احنا كنا بنروح هناك لابسين لبس عادي جدا ونبقى فرحانين ونسقف ونغني ومعانا الاكل، ما فيش دماغنا غير مصر. مصر امنا، مصر هي هي امي نلها والشوارع بقى برضو ويعني ما كناش بنقول لعيب طبعا قليل قوي لما كنا نقول جوهري جوهري كده لكن ساعتها كنا كلنا على قلب رجل واحد وهي ايه؟ مصر مصر مصر. اخرج انا كنت في اخر في 30 ثانيه كنت في ماتش الاهلي الاخير ده مع الهلال السعودي، كان بالنسبه لي قلقان او خايف، كنت في الامارات والملعب قريب مني انا واولادي وخايف على اولادي. انا قعدت اتفرج على كافيه كده انا واولادي، جماعه اماراتيين عرب وجماعه سوريين وجماعه من كل دول عرب قاعدين. لما اشوف الاهلي جاب الاجوان الناس بالعقال قام اللي وقع قالوا اهلي مصر مصر جون اثنين ثلاثه اربعه. ماتش ده السعودي ده الاهلي بيلعب باسم مصر، كنا فرحانين. انا بتكلم بقى يا رب مصر. الفرحه دي تتكرر كده أيوة عن قريب ان شاء الله. حضرتك تنورنا بقى ويدينا طول العمر جميعا ونتكلم بقى عن ذكريات مصر في كاس العالم 2022 ما دام على قلب الرجل واحد ان شاء الله. مصر ربنا يسعدك مصر اجعلها ان شاء الله في العليين ان شاء الله يا رب ان شاء الله. نورتنا كالعاده يا استاذ محمد، بنسعد دايما بوجود حضرتك معانا وبنعرف كتير من التفاصيل اللي ما يعني صعب الواحد يوصلها غير من خلالك يعني. اشكركم جدا، شكرا ليك وتنورنا قريب تاني وكل سنه وحضرتك طيب بقى عشان ممكن ما نشوفكش قبل رمضان. ده شرف ليا اكون في النادي الاهلي. لا لا حقيقي تنورنا. طيب احنا هنروح فاصل ونرجع مع الفقره الطبيه مع حضراتكم. يا اهلا بكل حضراتكم في تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده. الفقره اللي هتنورنا من خلالها الدكتوره دينا ابو السعود واللي مشكوره هتحكي لنا بقى عن اهميه المكملات الغذائيه في رمضان بصفه خاصه وايه الفيتامينز اللي بيحتاجها الجسم بعد ساعات طويله من الصيام. صباح الفل عليك. صباح الخير وكل سنه وانت طيبه. وانت طيب ورمضان كريم عليك يا رب وعلى اهل بيتك وحبايبك وعليك وعلى اهل بيتك وعلى الناس جميعا اكيد يا رب ان شاء الله. بما اننا داخلين على رمضان ودي ايام مفترجه بنستناها من السنه للسنه، فوتنا المحاشي على الاقل الشهر لسه واكله محشي امبارح وكان فظيع زي الفل كان يجنن زي الفل ابتدى الكلام يحلى وانا اللي عملته فعلا بجد. طب مش معنى تسحبي مننا احنا الصواني دي يعني وتحكي انت يا دكتور؟ لا قلت ناكل بس بالمعقول بس ونعمل نفس الخطه دي في رمضان ناكل بس بالمعقول. طبعا والمهم قوي في رمضان برضو لما نيجي نفطر يعني الناس اللي بتحب تفطر على تمرايه وتستنى شويه وتاخد الشرب تصلي المغرب مثلا وبعدين تبتدي بالشرب بس عشان ما يبقاش مره واحده الاكل المسبك، فاهم قصدي؟ يعني مهم ده ونبتدي بالسلطه والشوربه وبعد كده ناكل بروتينات وكربوهيدرات ومش همنع حد من الاكل اكيد يعني. العصاير بقى والخشاف وقمر الدين والكركديه والسوبيا الى اخره، كل دي جرعات مكثفه من السكر بتدخل الجسم بشكل مفاجئ. خلاص اهو انت حفظت بقى الموضوع ده صح. صح لا نقلل برضو يعني مش بنقول ما بقولش رمضان لا ناخد الحاجات المسكره قوي دي. وبعدين كمان مشكله رمضان بنحب البسبوسه والكنافه بالقشطه والمانجا والقطايف فدي بتبقى نسبه سكريات كتيره قوي في الجسم فبرضو يعني. لازم نقلل منها على قد طبعا منها. انا في رمضان ما بدخلش البسبوسه الحاجات دي ما بتخشش، يا دوبك لو بفطر في حته باخد يعني ولو معزومه باخد حته لكن جوه البيت مش بدخل الحاجات بصراحه. فلازم نبقى عارفين برضو واحنا في رمضان ناكل كل حاجه بالحاجات المعقوله ونشرب ميه كويس جدا وناخد فيتامينز وناخد مكملات غذائيه. طبعا انا جاي اتكلم النهارده يا ريت بقى عشان الموضوع مهم جدا طبعا على مكمل غذائي رائع الب مالتي فيت. وطبعا انا بقول انه رائع لانه لامن بفيتامينز كتيره جدا مهمه للمناعه ومهمه للطاقه ان احنا نعرف ندير طاقتنا وبتقلل جدا التعب والخمول
مهمة لصحة الشعر وصحة البشرة، ومهمة لعملية التمثيل الغذائي اللي هو ألب مالتي فيت. أوكي، أنا واحد من الناس يا دكتورة دينا كنت فاكر أن المالتي فيتامينز هي يعني إلى حد ما مكمل غذائي، بس مصطلح مكمل غذائي كان بالنسبة لي بيبقى مختلف شوية، كنت معتقد أنه هو زي الحاجات اللي بياخدوها الناس اللي بيلعبوا رياضات فيها مقاومة وجيم وحاجات زي كده، فواضح أن أنا كنت فاهم غلط. لا، المكمل فيك مكملات غذائية كتير جدا جدا جدا، لكن اللي أنا بتكلم عليه ده فيتامينز. أوكي. يعني الرياضيين مهم أن هم ياخدوا ألب مالتي فيت طبعا، لأنه مصدر الفيتامينز، لكن بياخدوا بروتينات كمان. بالظبط كده، لازم وكربوهيدرات وأمينو أسيدز وحاجات كتيرة جدا، لكن ألب مالتي فيت هو داعم أكيد للرياضيين. أوكي. ليه بقول داعم للرياضيين؟ لأن الرياضيين محتاجين فيتامينز زي الزنك. أوكي. محتاجين الكابر، محتاجين فيتامين بي 12 بكل مشتقاته، وطبعا زي ما احنا شايفين على الشاشه، يا ريت بس الساده المشاهدين اللي بتتفرج علينا تحفظ شكل العلبه او تصور شكل العلبه، عشان لما تيجي تاخده من الصيدليه ما يديلهاش البديل. أوكي. لو كان لسه خلصان او لسه ما وفرناهوش في صيدليه ما. أوكي. طبعا احنا عندنا محافظات كتير جدا في مصر، بقالي شهرين في ألب مالتي فيت، لكن اكيد ما قدرتش اوفر في كل الصيدليات يعني. فاللي نزل الصيدليه اللي جنبه ما لقاهوش، كلموا على الرقم اللي ظهر على الشاشه، رقم الكول سنتر، يقدروا يساعدوكم ويقدروا يوفروه في الصيدليه اللي جنبكم، او يقولوا على الصيدليه اللي جنب البيت ايا كانت محافظه. لان ده انا لاحظته عندي دكتوره دينا، ان انا رحت الصيدليه الفلانيه مثلا ما لقيتهوش، فبقول لهم سيرفيس كويسه ومهمه، ده مهمه جدا طبعا. كلموا عن طريق رقم الشركه، وهم يا اما يوفروا في الصيدليه اللي جنب بيتكم، يا اما هيقول لكم الصيدليه اللي موجوده جنب البيت. حلو. دلوقتي في البعض من الناس في رمضان نتيجه صيام عدد طويل من الساعات، لما بييجوا ياكلوا حتى الفتره اللي ما بين الفطار والسحور، مهما كانوا ما بيبقوش قادرين ياكلوا قوي من منطلق ان المعده ما تفهميش بقى يعني صغرت ولا ضيقت. أيوة. ولا حصل فيها ايه؟ فالى اي هو درجه الوقت ممكن كمان يكون قصير. ايوه، فالى اي درجه بالتالي ممكن يكون المكمل الغذائي مطلوب للناس دي اللي اجمالي الاكل اللي بياكلوه مش كافي قوي؟ اجمالي الاكل اللي بياكلوه مش كافي، وبيحبوا ياكلوا حاجات ما فيهاش فيتامينز كتير، يعني الاكل المسبك والمحمر والحاجات دي. ألب مالتي فيت هيبقى داعم جدا ليهم، لان ألب مالتي فيت دخله فيتامين سي مهم جدا، فيتامين سي لحاجات كتيره قوي. أوكي. مهم لامتصاص الحديد. يمكن الحديد طبعا مهم عشان ما يجيليش انيميا. اكيد. فيتامين بي 12 مهم، هو موجود بكل مشتقاته في ألب مالتي فيت، بس ما فيهوش حديد. هو في فيتامين بي 12 اللي بيكون لي كرات الدم الحمراء. اوكي. هو ما فيهوش حديد، بس في تركه في ألب مالتي فيت انه بيساعد على امتصاص الحديد، لان فيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد. طب وكان في حكمه معينه لعدم وجود الحديد ضمن مكوناته؟ لا، الحديد ده ما بناخدوش غير لو عندي نقص في الحديد، يعني. أوكي. يعني ناس كتير عندها انيميا لازم تاخد حديد. لكن اللي ما عندوش انيميا واخد حديد مش هتبقى حلوه، مش هي يعني هيحصل كومبليكيشنز لو نسبه الحديد زادت. واحنا بنتكلم على ألب مالتي فيت، ان مش محتاجين ان احنا نعمل تستات للحديد، لان هو ما فيهوش حديد، مش محتاج ان احنا نعمل تستات للفيتامينز، لان التراكيز بتاعه ألب مالتي فيت صغنن، يعني مش التراكيز اللي تخوفني اطلاقا ان انا اقدر امشي بيها لايف تايم او لايف ستايل. والعبوه بتكفي شهر. اوكي، احنا العبوه بيبقى فيها 30 كبسوله، بناخد واحده كل يوم بعد الفطار. واحده كل يوم؟ لا، هنخليها بقى بعد السحور. رمضان بعد السحور هيكون امتى؟ قبل السحور على طول. بعد السحور. اوكي. بعد السحور، يعني عشان اخر حاجه يدخلوها الجسم مع الميه. بالظبط، عشان لما نيجي نصحى من النوم نلاقي بس طاقه، لان انت عارف لما بنبقى صايمين طبعا محتاجين الكافيين بتاعنا بتاع الصبح. ومحتاجين الفطار الصحي عشان يعلي معدل الحرق ويعلي لي النشاط، لان الفطار مهم للنشاط. أكيد. مش هنلاقي الكلام ده كله محرومين منه وقتها. فبناخد ألب مالتي فيت للسحور، لانه في فيتامين بي بكل مشتقاته. هصحى هقدر ادير نشاطي واقدر ادير يومي بشكل طبيعي. طبعا انا شايفه على الشاشه مميزات المكمل الغذائي ألب مالتي فيت عن مكملات غذائيه تانية. الاعلى في تركيز الزنك، يقوي المناعه، بيجمع بين فيتامين سي والزنك، غني بمجموعه فيتامينات ب الكامله. ده الجديد بقى في ألب مالتي فيت. بتلاقي مكملات غذائيه تانية ما فيهاش كل مجموعه فيتامين بي. هتلاقي 1 و 2 وما فيهوش 3، هتلاقي فيه 3 و 4 في 3 و 5 ما فيهوش الكوبلان. بالظبط. يعمل كمضاد اكسده. كل مره اقول مهم قوي ان انا اخد حاجه انتي اوكسيد، لانه في فيتامين سي، في فيتامين ه اللي هو فيتامين اي، وهاي لصحه البشره والشعر والاظافر لاحتوائه على الزنك، على الكالسيوم. كالسيوم مهم قوي لتكوين العظام والسنان ولصحه العظم
والسنان وصحه القلب. الكالسيوم مهم لصحه القلب. جميل. طيب انا برضو لو تسمحي لي عايز ادخل مجموعه اسئله وصلت لنا من المشاهدين، منهم سؤال من الاستاذه منى الدالي بتقول صباح الخير على حضراتكم، هل في تحاليل معينه مفروض الشخص يعملها قبل ما ياخد المكملات الغذائيه؟ تحاليل معينه قبل ما ياخد طبعا قلب مالتي فيت انا مش محتاجه معاه تحاليل لان زي ما انا قلت التراكيز بسيطه. أوكي. طبعا نقدر نعمل التحاليل بتاعتنا احنا، التحاليل الدوريه نعملها. ولو عايز اعمل تحاليل للفيتامينات نعملها، بس اكيد اكيد لو انا ما باخدش فيتامينز هنلاقي عندنا ديستراكشن او عندنا الليفل قليل في الفيتامينز. قلب مالتي فيت حتى لو التحاليل بتاعت الفيتامينات بتاعتي كويسه بقدر اخده، لان اللي فيه ووتر سوليبل اللي فيه ما بيتخزنش في الخلايا الاكسيد منه بينزل، فانا ما عنديش مشكله ان انا اخد قلب مالتي فيت حتى لو ما عملتش تحاليل الفيتامينات يعني. جميل. طيب الاستاذه شيرين علي كل سنه وانتم طيبين، كنت عايزه اسال دكتوره دينا بما اننا داخلين على رمضان والصيام، فازاي احافظ على نضاره بشرتي وصحه شعري، وايه هي الفيتامينز اللي لازم ادعمها من خلال اكلي؟ بحافظ على نضاره بشرتي وصحه بشرتي وصحه شعري طبعا بعد الفطار اشرب ميه كويس قوي، افضل اشرب ميه لغايه السحور عشان ما اعرضش جسمي للجفاف، وقبل ما انام بحط الترطيب بتاعي مهم قوي سواء للبشره مهم جدا، واقدر اخد قلب مالتي فيت هيبقى داعم قوي لاحتوائه على فيتامين سي، لاحتوائه على فيتامين بي 12 مهم قوي للبشره، يعني فيتامين بي مهم لتكوين خلايا الدم فبشرتي مش هتبقى صفراء، مهم كترطيب لانه مرطب عالي جدا، فنقدر نستخدم طبعا. هو كمان هنا بيورينا ان قلب مالتي فيت داخله بايوتين اللي هو فيتامين بي 7 زي ما انا قلت لصحه وجمال متكاملين. طب. متكاملين للبشره والشعر والاظافر. الستات بيتعبوا يا عيني في العنايه بتفاصيل كتير، احنا كرجاله مش واخدين بالنا من وجودها اساسا، فاهمه ازاي؟ مهمه مش سهله للستات. لا 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 مهمه، يعني عايزين احنا على طول مهما كبرنا في السن، يعني كل الستات مثلا ماشي العشرينات والثلاثينات اربعينات نبتدي نخش في الاربعينات نبتدي لا عايزين نحافظ اكتر، لان احنا كل ما بنكبر كل ما الفيتامينات عندي بتقل، ولو انا ما حافظتش شكلي هيبوظ بدري بدري. هو الحقيقه المالتي فيتامينز من الواضح ان هي مهمه لكل الاعمار. يعني للناس اللي يعني ابتدينا نوصل لل 40 زي ما حضرتك بتقولي فبيهتموا بيها، وكمان الشباب يعني الفيتامينز لا غنى عنها في اي مرحله عمريه، اكيد وحضرتك ادرى مني بكتير طبعا. الفيتامينز مهمه لكل مراحل العمر. الفيتامينز مهم جدا لكبار السن لان الامعاء عندهم مش بالصحه الكافيه والمعده ان هم يعرفوا يمتص الفيتامينات من الاكل. زمان يعني. مش بكفاءه زمان، العظم مش بكفاءه زمان، فمهم جدا التركيز مش بكفاءه زمان، فانا عندي قلب مالتي فيت داعم جدا للتركيز لاحتوائه على فيتامين بي 12 والصحه النفسيه، لازم ندعم الصحه النفسيه. هنرجع نقول ان المكملات الغذائيه مش علاج لاي حاجه ولا علاج للاكتئاب، لكن هو داعم حتى للصحه النفسيه فمهم قوي. السيدات الحامل لا غنى عن المكملات الغذائيه. هتسالني السيده الحامل قلب مالتي فيت اخباره ايه؟ هايل ليها، لكن انا بنصحها باستشاره طبيب لان الكالسيوم عندي 70، فالحامل بالذات بتحتاج تركيز عاليه جدا من الكالسيوم وقت الحمل بالذات. بس طب. بعد كده لازم ترجع للنورمال. وما ينفعش ساعتها تاخد اكتر من كبسوله من قلب مالتي فيت، صح كده؟ تقدر تاخد كبسوله وتاخد زي ما الدكتور يقولها بقى، تاخد كالسيوم زياده كسبلمنت اخر لوقت معين، وبعد كده بترجع بقى في بعد الحمل ترجع لحياتها الطبيعيه وتاخد قلب مالتي فيت فقط. طيب تاني بمناسبه رمضان، هل في فيتامينز معينه دايما الجسم بيفقدها في رمضان نتيجه الصيام لفترات طويله؟ مش فيتامين معين، يعني انت بتلاقي فيتامينز كتيره بنفقدها وقت الصيام اكيد، وبتلاقي طول الوقت ان احنا لا تعبانين مجهدين، فاحنا محتاجين فيتامين بي على طول كداعم للنشاط، لان وقت الصيام على طول بنحس ان احنا همدانين عندنا كسل تعبانين، فقلب مالتي فيت هيدعم النشاط جدا لاحتوائه على فيتامين بي بكل مشتقاته، ده اللي بيميزنا عن اي مكمل غذائي اخر. اوكي، لو احنا قلنا من شويه احنا متفقين على ان هي نفس الجرعه يوميا، بس هو التوقيت اللي هيختلف فيها في رمضان بعد السحور وتبقى كبسوله واحده واي مرحله سنيه تقدر تتعامل مع المنتج ده. اي مرحله ولو السن الكبير من الست او الراجل ماشيين على ادويه امراض مزمنه هو لا يتعارض مع اي دواء يعني ايا كان. اوكي، طيب هل في نصايح عامه
يعني حابة تقوليها للناس بخصوص رمضان؟ وانت عارفة ان في ناس في رمضان بياكلوا اكتر بكتير من الايام العادية، علما بان المفروض ان الشهر مش كده، بس يعني هنقول ايه؟ لا، النصايح ان احنا نركز برضو في موضوع الاكل، يعني بلاش ان احنا ندب جامد قوي، ده مش حلو على المعدة خالص. ان احنا نشرب مية بقدر الكافي من وقت الفطار لوقت السحور، وان احنا ننزل يعني ممكن بعد ما نفطر وكده ننزل نتمشى شويه. لازم الحركه، مش لازم هنتفرج على المسلسلات وكل حاجه، ولكن مهم ان احنا ننزل برضو نمشي جسمنا شويه، والحركه مهمه جدا. وان انا بنصحهم طبعا بألب مالتي فيت، ورمضان كريم على الناس جميعا يا رب ان شاء الله. طيب يعني بعيدا عن رمضان، لو افترضنا ان احنا في الحياه العاديه اللي بناخد فيها حبايه واحده او كبسوله واحده كل يوم الصبح بعد الفطار، امتى او بعد مرور قد ايه من انتظامي في اخذان الحبايه دي يوميا ابتدي انا شخصيا احس ان انا صحتي احسن، ان انا جوده وكفاءه اي اكشن بعمله اختلفت شويه عن الاول؟ هل في متوسط لمده معينه الواحد يحس بعدها بكده؟ انا لو هتكلم عن النشاط وعلى التركيز وكده بشوفه من اول اسبوع. يعني انت بتاخد الكبسوله لازم يوميا، مش هينفع مره، يعني مش هينفع كبسوله كل 3 ايام. فلو انا اخذت كبسوله يوميا في خلال اسبوع حياتي هتختلف من حيث النشاط والتركيز والمود الحلو. يعني انا بقول على طول لو انا ما عنديش نشاط مودي طول الوقت هيبقى وحش، ما عنديش طاقة ان انا اعرف ادير يومي وانجز فيه، هاجي بالليل ايه ده اليوم عدى كده من غير ما اعمل حاجة، انا فعلا بتضايق. وكتير قوي لان الستات دلوقتي بقت عاملات وبتشتغل وحاجات كتير، وعندها عيالها وعندها بيت وعندها مسؤوليات، فلازم طول الوقت تدعم طاقتها والراجل كمان. فطبعا ألب مالتي فيت من اول اسبوع هلاقي معاه نتيجه كويسه جدا. اهم حاجه الاستمراريه. يقول لي طب خلاص اخده شهر وشهرين واوقفه، ممكن حد يقول لي كده، فانا بقول لا، هو مش كورس، هو داعم للصحه عامه، وتركيز عندي بسيطه ما بخافش منها ان في تركيز يعلى من تركيزات الفيتامينات. مش هاخده ككورس مكثف، لا هو اتس نوت كورس بالظبط. يعني الكورس الفيتامينات لما بتتاخد مكثف جدا بيبقى الدكتور هو مثلا اللي بيحسبها للمريض او المريضه ان عنده ديستراكشن عالي قوي، فممكن يقول لها لا خدي كورس عالي جدا جدا لمده شهر مثلا من الكالسيوم، بعد كده بتكملي على المكملات الغذائيه اللي تركيزها بسيط. اوكي. طيب على ذكر برضو الطاقه والنشاط والحيويه والنوع ده من الامور، في رمضان يعني الواحد بيبقى مفرهد قبل الفطار وبعده. ايوه. يعني انت مفرهده قبل الفطار عشان الصيام والعطش والجوع الى اخره، وبعد الفطار وخصوصا الناس اللي بتدبها جامد. انا عايز اقول لك ده بقى قصه الدب الاكل. هو ده اللي هيخلينا قبل الفطار تعبانين وبعد الفطار برضو تعبانين. لو ده غير قابل للتغيير، ايه اللي نقدر نعمله عشان ننقذ ما يمكن انقاذه؟ زي ما انا بقول، هناخد ألب مالتي فيت وهنشرب ميه كويس، وبعد الفطار ان شاء الله ننزل نتمشى 10 دقائق او لو عندي تريد ميل في البيت، يعني اتحرك في البيت اهم حاجه. هو بالمناسبه يدينا يفضل ممارسه الرياضه، وخصوصا لو كانت رفع اثقال، رياضات مقاومه، حديد، جيم، النوع ده من الامور، الصح ان الواحد يروحه بعد الفطار في رمضان ولا السعايه اللي قبل الفطار؟ لان هنا اختلفت الاقاويل. اختلف فعلا، وناس كتير جدا يا اما بيروحوا قبل الفطار، وبشوفها في النادي مثلا الاقي كتير جدا بس ما بيرفعوش اثقال ولا غالبيتهم بيلفوا تراك او بس حاجة. لكن اكيد بقى في الجيم الجامد ورفع الاثقال ده انت بتحتاج طول الوقت ميه يعني. طبعا. فيبقى بس مش بعد الفطار دايركت، لازم اهضم برضو عشان ما يبقاش المعده يعني فيها في حالة رفع الأثقال أو الرياضات اللي فيها مقاومة يفضل إن الكلام ده يكون بعد الفطار. بس بساعتين مثلا عشان ما تبقاش بس الأكل لسه موجود في المعدة وأتعب في الجيم. لكن لو تراك وكده وما بعطش ممكن قبل الفطار بساعة، ما فيش مشكلة. مرة تانية كل سنة وأنت طيبة. ربنا يخليك. وأهل بيتك طيبين وحبايبك، والحقيقة أفدتينا كتير في حلقة النهاردة عشان أنت عارفة إن في ناس قاعدة ستاند باي مستنية بس رمضان يعلن انطلاقه عشان يدخلوا بقى على الطواجن والحلل إلى آخره. كل سنة وأنت طيبة يا دينا، وأنت طيب على خير يا كريم. تسلم يا حبيبي. شكرك جزيلا على وجودك معانا، وأكيد الشكر موصول لكل حضراتكم على حسن متابعتكم لينا في حلقتنا النهاردة. بكرة إن شاء الله قبل دلوقتي بساعتين يتجدد اللقاء، حلقة جديدة و10 الصبح في الأهلي. صباح الفل.